صباح النور، صباح الورد، صباح الفنون. كي دايرين؟ لاباس عليكم عائلتي التانية. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد ويوميات جداد معاكم. شوفوا يا لالا ويا لالا، صبحين يا خوتي. الوالدة صبحة كتسمن صبحين على المسمن. شوفوا ما شاء الله وتبارك الرحمن، المسمن ديال الوالدة لا يعلى عليه، كيحمقني انا ما نكذبش عليكم. شوفوا شوفوا تبارك الله، وصلت على النبي، وكديروا كبير. تاكل يا خوتي مسمنه صافي وتضلي شبعانه، ما باقيش تفكري في الماكله. ايوا شوفوا، الحمد لله والشكر لله على نعمه الله. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم زيد وبارك، والله يرزقكم تنتوما، والله يعطيكم باش تفرحوا في حياتكم يا ربي، وباش تكونوا مع وليداتكم تفرحوهم وتشوفوهم ان شاء الله كيف ما تمنيتوا يا ربي. الله يرزقكم من الباب الواسع، الله يعطيكم ان شاء الله حتى يرضيكم يا ربي. راه ديما كندعي معكم وحق الله من القلب. ايوا المهم البنات، فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب يا ربي تفتح عليكم باب الرزق يا ربي من حيث لا تحتسبون. انتوما شوفوا دابا شديت فطوري يا خوتي، شاركت معكم فطوري انا بيضة مسمنة وفرماجة وزيت العود. شوفوا يا البنات، زيت العود راه احسن حاجة باش تكبري وليداتك، تولفوهم على زيت العود، حيت راه صحية ومزيانة على الاقل مرة في النهار، مرة في الفطور. شوفوا يا البنات، خرجت لقيت المشيشات باب الدار. شوفوا شوفوا تيتمو جايين عندي كيجريو، هي كنخرج وكيتمو جايين تيجريو تيعرفوني، بغيت نعطيهم شي حاجه. سبحان الله العلي العظيم، خرجت ليهم الفرماج. شوفوا التاد المخلوق، سبحان الله الكم خصتا بنادم هكا يبقى يروف في سبيل الله. ما تعرفش ربي يفتح علينا من جهتهم، لا اله الا الله. انا بدا كيبقاو فيا المشيشات وحق الله العظيم ديال الزنقه، شتي كون كان عندي زعما الاستطاعه ما نكذبش عليكم، نبقى ندور بالمشيشات كاملين. وربي يخلصني على نيتي يا ربي، وخلص كل واحد كيرحم الخلق ديال الله سبحانه وتعالى، سواء حيوان سواء انسان. بنادم خصو يكون الرحمه في قلبه. شوفوا هذا مكسل لك شاد ديال الدريبه، تقولي ها ديالو عايش الحياة. ايوا ليلى يا الله، ربي يشوف فينا في وجه هاد البكمة يا ربي يا مولانا يا كريم. المهم البنات، الفيديو اليوم ان شاء الله غادي ندير معاكم واحد الكريمة غزالة بلوبان الدكر. بقاو مع الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، وما تنساوش اختكم تنتوما من البصمة ومن التعليق، واخا تحطوا ليا القليبات. الله يجازيكم بخير، الله يعطيكم باش تفرحوا يا ربي، الله يطول بكم الايام. المهم البنات، غنشارك معكم واحد الكريمه واعره 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 بزاف، لوبان الذكر، لوبان الذكر الفري. غادي نشارك معكم كيفاش نعرفوا بان اللوبان الذكر الفري فري نيت. المهم، ولاش كيليق الفوائد ديالو هانتوما البنات. اول حاجه درت هانتوما البنات هاد القرعه، راه فزكت فيها هذاك اللبان الذكر يومين. هانتوما شوفوا تيولي بحال شي مسكه، هذا هو اللبان الحقيقي. ملي تيولي هكا كي مسكه عرفيه بانه لبان حقيقي. صافي دابا غناخد هي الماء ديالو غنصفيه. كناخد واحد الكسرونه اللي غناخدو غنديروها فوق البوطه، وغادي نصفيو فيها هذاك لوبان الذكر. الغرض ديالنا هي بالماء ديالو، بعد ما خليناه يومين كيولي بحال الحليب. انتوما خديت معلقه ديال النشا. صافي البنات، وكنحرك مزيان هذاك الخليط ديالي، وغادي نردو ان شاء الله فوق البوطه، نخلطو مزيان باش هذاك النشا كيتخلط مع داك الماء اللي عطانا داك اللبان الذكر. صافي البنات، ضروري ضروري تفزقوه يومين في الثلاجه، تخليوه باش يطلق مزيان كيولي بحال الحليب. صافي، ونقصوا عليه البوطه ونبداو كنحركوا، ما نوقفوش التحريك باش داك النشا ما يتحرقش لينا. ها انتما خديت هذه ديال الفوي ديال الحلوه،
وبديت كنحرك، ما نوقفوش على التحريك البنات باش ما يتحرقش لينا ولا يلصق. صافي كنبقاو هكا كنحركو حتى يتقل لينا الخليط ديالنا. تتعرفوا ان النشا كيساعد اي حاجه باش تتقال. صافي كيولي بحال الكريمه، ونطفيو عليه البوطه. ناخذ واحد البول ديال الدجاج ونسكبو فيه هذيك الكريمه ديالنا هكا باش تبرد لينا، ومن بعد البنات غادي نوريكم شنو غادي نضيفوا ليه ان شاء الله باش نكملوا الكريمه ديالنا. نشارك معكم هذا الكحل، هذا خداته اختي زوينه البنات، حطيت عليه واحد انشوت، نتمنى تدخلوا تشوفوه يا ربي. زوين وغالي. المهم قال لك الكحل اللي دار من نور الرسول، كان كيكحل به الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم صلوا على النبي البنات في التعليق. والمهم البنات ها نتوما معايا، هاني كنتسنى الكريمه ديالي تبرد باش نوريكم اشنو غتنضيفوا عليها، وغادي نخليوها نبقاو نديروها لوجهنا من الليل لليله البنات. كتصفي الوجه، كتحارب التجاعيد، هذاك لبان الدكر كيصفي البشره، كيصفي البشره مزيان. والمهم البنات حنا كنحاولوا كنديروا شي حاجه اللي كنعتنيوا بها بالبشره، واللي كانت اللي كنت زعما كنستافد منها كنفيدكم بها حباباتي. نتمنى ان شاء الله انتما ما تنساونيش من التعليق الحلوين والزوينين ديالكم ومن البصمه ديالكم يا ربي. المهم البنات يعني كنتسنى فيها تبرد باش نضيف عليها داكشي اللي بغيت نضيف. وكما قلت لكم الفوائد ديال اللبان كثيره بزاف، اي حاجه طبيعيه خلقها الله سبحانه وتعالى الا وراء خلقها لسبب، وحنا كنستغلوا هذاك السبب، وحتى حنا كنعتنيو بالبشره اللي خلق لنا سيدي ربي. ما كاينش محسن ما انك تعتني براسك وديما تحسي براسك بانك اميره الاميرات وجميله الجميلات ياك اخوتي. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله. يلا بقاو معايا هانتوما البنات، ها هي بردات. اللي بغى يخليها هكا ويدهنها ماشي مشكل، هي هو من الاحسن ان احنا نعاونوا هذاك لوبان الدكر بزيوت طبيعيه. هانتوما البنات عندي هاد زيت الكوك، ها هي من فانسي اويل كوكونوت يا اختي على القرايه. المهم البنات ها هي هادي، ديما تما سالت ليا كنشريها، لقت ليا لشعري، تندير بها بزاف ديال الحوايج زوينه طبيعيه. هانتوما كتجمد وصافي البنات. دابا هذه هي الزيت الوحيده اللي عندي. الا عندكم البنات باش تشريو الزيت ديال اللوز الحلو حتى هي ممكن ديروها كتليق للوجه ان شاء الله. من بعد غنقدر نشريها، والا بغيت نعاود ندير هاد الكريمه نعاود نبارطاجيها معكم ان شاء الله. هانتوما البنات غادي ندير واحد المعلقه، هانتوما غادي نديرها ونخليها حتى تذوب مزيان. نبقى كنخلط هكا تيت ميلونجا ليا هاد الشيء، وهاد الشويه البنات راه غندير منه انا واختي وبنتي من الليل لليل حتى يتقادى، حيت هادي مده الصلاحيه ديالها في الثلاجه اسبوع. الا ما الا فات اسبوع رميوها وعاودوا ديروا وحده اخرى البنات، داكشي باش انا درتها قليله. صافي وغادي نخليها هكا وندخلها للثلاجه. هي البنات راه واعره واعره واعره، واحد الريحه طالعه منها يا سلام. ملي اللي تدهنوا بها وجهكم كتصفي الوجه، كتحارب التجاعيد، فيها بزاف الفوائد للبشره، ممكن تدهنوا بها حتى يديكم. وان شاء الله يجيب الله الرزق ناخذ هذيك زيت اللوز الحلو حتى هي راه زوينه. وهاد بالنسبه لهاد زيت الكوك، هاد زيت الكوكو راه زوينه حتى للشعر، كتقوي الشعر البنات. انا راه كنديرها تبارك الله وصلت عندي، راه شعري بانت فيه النتيجه. دابا بالنسبه للطوله طواليه كندهنو كندير ليه كنغرقو بها
عاد كنمشي للحمام من السيمانه للسيمانه من ولا من 4 ايام ل 4 ايام، ملي كنبغي ندوش هكا كنغرق شعري وكندخل كنغسل وكترطب حتى الشعر. هانتوما ها هو التميرونجا، شوفوا واجي البنات، واخا الشمس غنديرو معاكم ونعاود نغسلو حيت هو خصو يدار بالليل البنات، بالليل كنغسل ونعاود بالليل. هانتوما البنات غادي نشارك معاكم واخا في وسط النهار بلاتي تدوز البنيدة. هانتوما ماي كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. هانتوما البنات يطبيوها واخا الشمس، ياك هين نشارك مع البنات باش يشوفوا. ما الآلاء تتبكي؟ ما الآلاء بنيتي؟ مالها؟ عندك تقلبي لي اخوتي من قبيله؟ واخا حتى انا غادي نعطيك الكريمه اخوتي زعما بتذوقني من الكحل باش ندوق حتى انا من الكريمه. باش حتى انا ندوقك من الكريمه قال لي. ها وانا بغيتو فوالا. هانتوما البنات مع الضو شتو؟ لا لا انا دابا نحيد شتو كي جا. المهم البنات من الليل دهنو غير شويه، انا راه كثرت، انا عزيز عليا نكثر سبحان الله، العنايه بالبشره. يلا البنات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن البارتاج باش تعم الفائده وكل شيء نوض اخوتي يطلى في راسه ويطلى في وجهه ويطلى في يديه ويطلى في كل شيء. عرفتي عرفتي كريمه كريمه بحال شريتيها كريمه وريحتها غزاله ما شاء الله. يلا البنات خليتكم على خير والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. لا لا أنا توانا